اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه الحوار مستمر ولسه عندي مفاجآت اكيد هنتكلم عليها، لان النهارده اكيد ضيفنا ضيف استثنائي، وكمان بوجود الكابتن ناصر عباس بنستفيد كمان في الامور التحكيميه عشان نعرف الامور ماشيه ازاي، كانت ماشيه في الطريق الايجابي ولا زي ما انتم شايفين في اتجاه سلبي كان هيأثر على المنظومه بشكل كبير. لكن كابتن فرح هروح لك على نقطه مهمه جدا، والموضوع ده تم اثارته في الاعلام الفتره الاخيره. فجاه وانتم موجودين في السوبر المصري في الامارات جه ايميل من الاتحاد الاردني كان عايز طاقم تحكيم مصري بقياده الكابتن محمد عادل، وترد رد سلبي على لجنه الحكام في الاردن. كان عندك معلومه بالايميل بالتفاصيل ولا اتفاجئت بيها؟ لا لا لا، كان عندي ايميل بالتفاصيل، بس خلي بالك عشان احنا الاتحاد الاردني ده انا اتعاملت معاه السنه اللي فاتت واللي قبلها. تمام. والاتحاد التونسي. انا وجهه نظري انت ما تبعتليش تقول لي انا عايز سين وصاد، انت تبعت لي لجنه الحكام تقول لي انا عايز طاقم على قدر كبير من المسؤوليه، انا ودي الطاقم ده. بس ساعات كان الاتحاد المصري بيطلب حكام في اوروبا. ما بيطلبش بالاسم يا كابتن. كان ايام محمد حسام الدين الله يرحمه كان بيقول لك انا طلبت من ايطاليا الطاقم الفلاني. انت كنت بتطلب الاهلي والزمالك والكلام ده كله ماتش كبير اصلا. ما هو هناك ديربي كبير في الاردن. لا هناك، لا ده مش كل ماتش. طب ماشي، الديربي كبير اللي بعده بتبقى فيه ماتشات هبوط. نفس الكلام، هات لي سين وصاد، نفس الكلام. لا انت كاتحاد ما تجيبليش، وبعدين في نفس الوقت ما انت ما تطلبش مني مثلا محمد عادل ولا هيلعبوا في الدوري الممتاز عندي. هو انا هبوظ الدوري الممتاز عندي بحكامي اطلع امين ومحمد عادل ومحمد معروف وهم يلعبوا هناك، وانا ماليش حد مثلا هنا يلعب الماتشات الصعبه والماتشات الكبيره. فكان ليها خيارين، كان ليها مشكلتين. أيوة. عندي الحاجه الاولى انك انت ما تفرضش عليا تقول العب مين، انت قول لي طقم كبير وانا هحط طقم كبير وعندي حكام كبيره. اثنين، انا عندي دوري هيبدا، فمش معقول دوري هيبدا اول اسبوع وانا اطلع حكامي تلعب. فدي اللي عملت المشكله بصرف النظر عن اي حاجه. كان مين البازيل اللي انتوا فكرتوا فيه ساعتها؟ لا احنا بعتنا له هناك، قلنا له قول لنا احنا نعين طقم، هو رفض اصلا. لا رفض خلاص، يا تجيب ده مش هجيب لي الطقم ده، مش هنجيب مش هناخد طقم بتاع حكام مصريين اكيد. فطبعا احنا مش هنشتغل من خلال لجان يعني تدينا تعليمات، لا انت تقول لي وانا هودي. وبعدين انا كنت بدي بعمل ايه قبل كده؟ يعني كنت بودي مثلا مساعد محلي يروح في ماتش دولي ياخد خبرات، حد مثلا قد يكون ما 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 مش موجود في القائمه الدوليه يروح ماتش زي كده يكتسب خبرات. لكن انت بتفرض عليا تقول لي الثلاثه والرابع دولي كمان، ما ينفعش. طيب ممكن. كابتن ناصر، ومش الطبيعي ان انت كاتحاد بيطلب منك يختار حكام بالاسم لو هو عايز حكام كبيره تنجح المباراه اللي عنده؟ عندنا نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى، انا من حقي كدوله ببعت للاتحاد المصري، وده يعتبر انجاز لحكام مصريين ان هم يمثلوا الدوريات الاخرى كابتن محمد، ودي حاجه لابد ان انا اقف عندها شويه وابص ليها كويس قوي ان حكامي طالعه في الاردن وفي تونس وفي السعوديه بتلعب ليه. ده مردود بيعود على التحكيم المصري دوليا، دي نمره واحد. حته محمد ان انا ما عنديش حكام تحكم في دوري مصر، لا مش ما عنديش يا كابتن. كابتن انا بتكلم عن بعض الماتشات الصعبه اللي بيحكمها حكام دوليين كبار. فرصة اتكلم. انا النهارده عندي هي كانت الجوله الاولى على فكره بالظبط، كان لسه الدوري هيبدا. عندي 36 حكم. محمد عادل لما يطلع مش هيفرق قوي لو انا هعينه في الجوله الاولى، ممكن اعينه الجوله الثانيه او الثالثه، مش هيفرق معايا. ولكن يفرق معايا انا كلجنه حكام، انا من حقي كدوله اطلب طاقم التحكيم، وما تقوليش ابعت حكم مساعد وحكم، لا، ان ده ديربي في الاردن. فلما يطلع طاقم تحكيم مش عيب ان انا بطلب محمد سعيد ونصر عباس ومحمد فاروق، يا جماعه انا عاوز انجح المسابقه عندي. بالظبط. يبقى انا المفروض ان انا اكون في مرونه شويه في التعامل مع الاتحادات الاهليه، خاصه واحنا بنطلع حكامنا بره. ده شرف للحكام والتحكيم المصري في الاتحاد الافريقي ايضا، مردود كبير الاتحاد الدولي. حكامنا بتطلع بره مش بس في الدوري المحلي، لا، تونس والمغرب والجزائر، وده اللي احنا عاوزينه كابتن. انا اتذكر سيكازوي رئيس لجنه الحكام في زامبيا حاليا طلب. كان طلب الكابتن امين عمر بالاسم واللجنه وافقت. بالظبط كده. ماشي يا كابتن، ما انت انا ما عنديش مشكله. انا ما عنديش مشكله لما تطلب حكم عندي بالاسم ماشي، لكن انت ما تاخدهاش خلاص بكل اسبوع تبعت لي طاقم. هو كابتن فاروق بكل امانه، هل المشاكل اللي كانت موجوده في اللجنه ما بين احد اعضاء اللجنه مع الكابتن عادل كان جزء من فكره الرفض؟ لان قبل كده طلب من اللجنه امين عمر يدير مباراه في زامبيا وسافر. صح؟ تمام. الماتش بتاع امين عمر فاكره. طيب يبقى المعيار نفسه موجود. بص يا كابتن، ممكن تكون المشكله موجوده لكن مش هي الاساس. بكلمك بمنتهى الامانه. بس موجوده. موجوده طبعا، موجوده بس مش هي الاساس، عشان برضو ما نقولش للراجل. ما انا مش هاجي على الكابتن فاروق اقول ان الكابتن فاروق السبب، بس ممكن في مجموعه معاك يقول لك لا بلاش، ما حدش هيطلب، ما حدش كذا، رغم ان قبل كده الطلب والناس وافقت. لان احنا كنا متمسكين بمحمد عادل يلعب اول اسبوع. طب اختيار عادل في اول اسبوع ما كانش معاك في المعسكر؟ لا، محمد عادل ما كانش معانا في المعسكر لان كان عنده شغل، وجيت تاني يوم سمع التعديلات والبتاع زيه زي الناس اللي قاعده في المعسكر كله، كان كله تعديلات جديده. حضر تاني يوم وسمع كل الكلام ده، وانا تواصلت مع محمد عادل شخصيا اطمن عليه نفسيا وكل حاجه، قال لي انا جاهز وما عنديش اي مشكله خالص. وحكم كبير. طيب كابتن نصر، طيب سؤال محمد، انت حضرت محمد عادل
حضرته بدنيا وذهنيا ونفسيا عشان يلعب اول جوله؟ اه لا ما حضرتوش نفسيا. نفسيا هو حضر قد ايه يا كابتن فاروق؟ ايه ده؟ وهو المعسكر قعد يومين ثلاثة مثلا ولا حضر؟ اصلا محمد عادل ما حضرش معسكر. عمل التعديلات الجديدة حضرها في اتحاد الكورة هو وبعض اربع حكام او خمس. لا انا بتكلم على معسكر ابو قير الاعداد للدوري. هو ما جاش اصلا معسكر. ما جاش اصلا لان كان عنده شغل تحضيري لمباراة الاهلي والعين. طيب يعني معسكر الاعداد ما كانش موجود فيه. طب ما انا ارد بقى. اتفضل يا كابتن. كابتن محمد عادل اولا ما كانش جاهز بدنيا ولا نفسيا ولا ذهنيا ولا حاجة خالص. ليه؟ اولا موضوع القائمة الدولية وان هو يتشال ويجي ويتحط ادي واحد. نمرة اثنين موضوع ان هو المعسكر الاول في كل الحكام الدوليين حكام ومساعدين هو لما يبلغ بالمعسكر الاول. ومين عمر ما راحش المعسكر الاول؟ اكمل بقى بعد اذنك. المباراه التحضيريه في الجوله الاولى للمحترفين كل الحكام دول خدت. غندور خد، امين عمر خد، حمود البنا خد. هتقول لي كان عندهم خدوا وكان رايح السوبر. الوحيد اللي ما خدش المباراه هو طلب على فكره ان انا العب مباراه في دوري المحترفين احضر نفسي فيها ما خدش مباراه. تيجي مشكله مباراه الاردن وتم تعيينه بالاسم ما راحش. كل هذه الظروف يا كابتن ما حضرش المعسكر بتاع ابو قير، يعني ما حضرش تعديلات، ما حضرش قله قال، في الاخر خالص احطه في الجوله الاولى انا كلاعب الحكام انا مخطئ. ما ينفعش، حتى لو الحكم طلب ان هو يلعب اقول له ستوب. انت مش جاهز اصلا، ده انت قعدت يوم كامل في اتحاد الكوره من الساعه 2 ل 11 بالليل عشان موضوع القائمه الدوليه. مع محمد فاروق او ل 8 بالليل. مين قال كده يا كابتن؟ قاعد من الساعه كام للساعه كام؟ من الساعه 2 للساعه 5 يا كابتن. ماشي في سرعات بقى ايه بقى؟ سرعات يا انا موجود. عايز اقول لك على حاجه. انا مش موجود وديه بيقول المحترفين ما لعبش. محمد عادل تواصل كان في ماتش ودي بيتلعب فرقه في الدوري الممتاز عامله ماتش ودي استاذني ان هو محتاج يلعب قبل الماتش عشان يجهز. محمد قبل الماتش الودي هو خد في المحترفين يا كابتن؟ ما كانش في ماتشات ساعتها. ازاي كابتن؟ هم كنا بندي للناس اللي مسافره. ايوه ما انا مش هدي برضو المحترفين. كابتن انت عندك 9 ماتشات في الدوري. طب انا اقول لك على حاجه، بنزل اثنين بس يا كابتن. طب ما الجوله اللي فاتت محترفين. سؤال، الجوله اللي فاتت محترفين وده شغلك انت. كلهم حكام في الدوري الممتاز. طب وده هم فين صح ال 36 حكم بتوع دوري المحترفين؟ هاخد بقى سؤالك انت كده واقول له الكابتن كده للكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي انا بحبه وبحترمه وبقول للكابتن ياسر لازم تديله الفرصه، حد كويس جدا. بقول له يا كابتن ياسر في 36 حكم في دوري المحترفين، احنا لغايه دلوقتي ما بنشوفش حد، كلهم بتاع الدوري الممتاز. ما ينفعش، لازم الناس دي تلعب. ده الصف الثاني بتاعك في الدوري الممتاز، والكابتن ياسر على درايه بالكلام ده كله، وانا واثق ان هو يعني هتلعب الحكام في دوري المحترفين. ما ينفعش نضيع ذخيره كبيره جدا من الحكام. لاعب الدوري الممتاز بس بعض الماتشات زي ما كنا بنعمل 10 ماتشات يلعبوا منهم حكمين. انت قصدك ان كل حكام الدوري الممتاز نزلوا لدوري المحترفين؟ في ناس نزلت القسم الثاني كمان الممتاز بيه. القسم الثاني كمان؟ في ناس حكمت في الممتاز بيه. طب من وجهه نظرك هو من وجهه هو عايز يبدا بدايه جيده، مش عايز مشاكل كتير. لا هو وجهه نظره ان هم ياخدوا فورمه الماتشات عشان الدوري الممتاز. انا ما عنديش مشكله، بس يبقى في نسبه وتناسب، لان في دوري الممتاز ده في حكام صاعده عايزه تلعب. في المحترفين لما 36 يلعب منهم واحد ولا اثنين، طب هيلعبوا امتى؟ فهنحتاج الدوري الممتاز ده في المراحل المتاخره في الدوري، بتقدر تحطه في مثلا ماتش صعود ماتش هبوط. لكن احنا لسه في الاسبوع السادس ولا الاسبوع السابع، وانا بدور اكتر واحد لعب كام، لعب ماتشين. طب محمد انت الداتا بتاعه الحكام سلمتها للكابتن ياسر بتقييمات المقيمين؟ سؤال بس ده مهم عشان بس ما نظلمش ياسر. لا انا ما بظلموش، بالعكس ده انا مع الكابتن ياسر قبل وقالبا. عشان اشتغل على بظلموش. لازم يكون الداتا عندي مظبوطه. انا كرئيس لجنه لو مش عندي داتا كابتن محمد مش عارف اشتغل. لا الداتا كلها موجوده مع الدكتور عزب حجاج، خاصه ب 36 حكم موجوده، صفاره و44 حكم موجوده مساعد. مع الكابتن فريد. لا ما انا بقول النهارده رئيس لجنه الحكام يا كابتن. انا النهارده محمد انت رئيس لجنه الحكام سبعه، حتى لو انت مشيت في ظروف صعبه انا ممكن تليفون كابتن ياسر انا عندي 36 حكم صفاره من فضلك، تقييماتهم موجوده، المقيمين مقيمون كويس، عندي حكام كان منهم 8 او 10 حكام هيخشوا في معسكر بار يعرفوا دور ممتاز، من فضلك خلي بالك منهم، وعندي 44 حكم سعد. ده دورك كابتن. الكلام ده موجود هناك اللجنه. ايوه واللجنه عارفه الكلام ده كله اللي بقول لك عليه والله. اللجنه عارفه الكلام ده. انا عارف عارف بس هي اللجنه بس ياسر عارف هم طبعا عارف. السياسه بتاعتهم ممكن تكون هي مختلفه تماما عننا، وليهم كل التقدير والاحترام، ما عنديش مشكله تمام. بس انا بقول للكابتن ياسر عشان دول اللي انت هتحتاجهم بعد كده، اللي انت تقدر تعمل لهم رخص ويلعبوا في الدوري الممتاز، لان احنا كلنا مع لجنه الحكام، كلنا عايزين لجنه الحكام تنجح. انا طيب. بدور اللي هو ينجح. طب بمناسبه لجنه الحكام، اللجنه بتشكيلها الحالي كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن تامر دري، كابتن توفيق السيد، دكتور عزب حجاج. دور الكابتن ياسر كرئيس للجنه، كابتن تامر دري محاضر دولي، واشتغلت مع المجموعه دي كلها. كابتن توفيق السيد بيبقى دوره ايه في اللجنه؟ دكتور عزب توفيق دوره ايه في اللجنه؟ هما الاثنين دورهم اداري. اداري مش فني. هما الاثنين في الشغل الاداري على مستوى عالي جدا. الدكتور عزب ادار اللجنه في سنين طويله جدا، كابتن توفيق مسك منطقه القاهره ونجح فيها، فالاثنين دورهم في نفس الدور. طب ايه الفرق بين الدور الاداري والدور الفني؟ لان انا بشوف حكام بيطلعوا يحللوا حالات تحكيميه وما بيبقاش فنيين.
انت رحت سؤال مهم جدا وهنرجع لمشكله تاني حصلت في اللجنه اللي فاتت. تاني كابتن محمد بنقول توفيق السيد دوره ايه في لجنه الحكام؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا. توفيق السيد، انا بتكلم توفيق السيد طبعا ليه كل الاحترام والتقدير، راجل مسك لجنه الحكام القاهره على مدار 6 سنين، اداري شاطر قوي قوي قوي، شخصيه حاسمه. انا شايفه في الـ في الـ في الـ في الـ الحته الاداريه كابتن محمد يفيد جدا جدا جدا. وعلى مدار سنين جايه المفروض توفيق السيد يشتغل الحته الفنيه. بالنسبه لتوفيق هو يمكن مش حاببها، مش عاوز اتكلم بلسانه، ولكن انا شايف ان الراجل ده نجح قدام عينيا في رئاسه لجنه حكام القاهره على مدار 6 سنين. ليه؟ عنده شخصيه وحاسم جدا والحكام بتحبه واكيد هيفيد المكان. هنا السؤال وانا بسال الكابتن ياسر، لابد انك انت في النقطه دي لابد بقى عشان ما نرجعش تاني يا كابتن محمد نتكلم مين مسؤول اداري ومين مش مسؤول اداري، نحط نقط في الحروف. كابتن توفيق السيد هل هو مسؤول مدير لجنه الحكام؟ يطلع يقول لنا. هل هو ماسك ملف معين؟ محمد يطلع يقول لنا. ليه؟ لان بترتب على كده ايه؟ اختلافات. مش عاوزين نعود تاني للقصه اللي فيه ناس بتختلف وناس بتتفق، دي بالنسبه لتوفيق السيد مهمه قوي. النقطه الاخيره سريعا وده لياسر عبد الرؤوف. ياسر النهارده مفيش نجاح للتطوير التحكيمي بدون المناطق الفرعيه. كابتن سريعا كده في دقيقه واحده، المناطق الفرعيه عندها شغل كتير قوي قوي محمد، في ناس مش شغاله، خلينا نكون واضحين، وفي ناس بره كوادر شبابيه على مستوى عالي قوي، في ناس فيها فساد في المناطق، في فساد في المناطق، في فساد في المناطق. ازاي؟ استنى، في فساد في المناطق. استنى، انت قلت ايه؟ في فساد في المناطق، في بعض المناطق. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، انا عملت تشكيل للمناطق وديته للاستاذ جمال علام من 6 شهور. تمام محمد بقى انت بقى عشان ده في فساد في بعض المناطق، في ناس نجحت لكن في ما ينفعش يا جماعه. بس انت قلت جمله مهمه قوي، مش عايز اقول خطيره بس دي جمله مهمه. طبعا فساد في بعض المناطق، انت قصدك مناطق تشكيلات الحكام في المناطق الفرعيه، المناطق اللي هي بتدير، اللي بتدير. لابد الناس دي لازم تتغير، لازم تمشي. طيب يا جماعه في ماتش إيه؟ في معنى اللي اصلا في حب وكره. انت حبيبي وبتكلمني في التليفون وبتوصلني بالعربيه هديك ماتشات، انت ضدي انا مش هتلعب. ما هو لازم الناس تعرف. انا بقول لك انا عملت له تشكيل للجنه الحكام للتشكيل المناطق للاستاذ جمال علام، وشرحت له كل ده شغال ده مش شغال، وفي ناس مثلا لا عندها لا فساد ولا غير ولا شغاله. لا تمشي وتيجي ناس مكانها، هي موجوده ما بتعملش حاجه خالص. هي موجوده ما بتعملش حاجه خالص. دورها انها تستقبل الماتشات وتوزعها. طب الحكم لما يلاقي ان المنظومه نفسها فيها كده هتطلب منه العداله ازاي في الملعب؟ ما هو ده اللي احنا بندور عليه. انت عايز تعمل عايز تطور من تحت. تبدا من تحت، تبدا من تحت بالمناطق الفرعيه، تبدا من تحت بفلوس الحكام، اعمل القاعده الاساسيه اللي تبني عليها وبعد كده اشتغل. لكن احنا اصلا ما فيش اصلا قاعده اساسيه وعمالين ايه من فوق بنخبط في بعض. طب وبعدين؟ يا كابتن انا اقسم بالله اسال الحكام، انا الحمد لله علاقتي كويسه جدا بالحكام، يعني انا ليا علاقه جميله بالحكام. اسال وما يقولوا لك اللي في مناطق لا، وفي مناطق شغاله على اعلى مستوى بصراحه، في مناطق شغاله على اعلى مستوى وفي مناطق سلبيه. ما احنا مش عايزين اللي احنا ايه ندخل الحب ده تبع ده وده تبع ده. انا قلت قبل كده المجاملات هي شيء أكيد من الفساد، فلازم أكيد لازم نغير من تحت. المناطق دي يا جماعه اللي هي مثلا ايه، انت بتتكلم بدون قصد اللي دي مناطق، يعني بتكلم منطقه اسكندريه، منطقه القاهره، منطقه الجيزه، دي المناطق اللي قصدها كابتن محمد فاروق، مش قصه الفساد ان هم دول، لكن اقصد المناطق اللي هي المحافظات اللجان الفرعيه. اللجان الفرعيه برضه المنطقه دي، المنطقه دي اشم واعمى، المنطقه دي يعني وضح لنا لجنه ايه مثلا؟ اللجان الفرعيه. اللجان الفرعيه في منطقه القاهره، اللجنه الفرعيه في منطقه اسكندريه. وليس المقصود بها المنطقه كمنطقه ككل. كمنطقه، لكن لجنه فرعيه في منطقه القاهره، لجنه فرعيه في منطقه اسوان، لجنه فرعيه في منطقه اسكندريه، بني سويف. دي اللجان اللي قصدها الكابتن محمد فاروق. بصراحه الكلام خطير جدا، للاسف وقتنا جري معاكم بسرعه. لا معلش كلمه اخيره من النبي، الله يخليك يا محمد، من النبي كلمه اخيره. انا ارتبطت المناطق وقلت محمد قال حاجه خطيره جدا، فساد. لا كابتن النهارده انا بقول ياسر عبد الرؤوف، ياسر في مناطق شغاله كويس قوي، وفي مناطق النهارده شغلتها تعيين الحكام بس، شغلتها تعيين المراقبين بس. لا يا كابتن انا النهارده عندي كفاءات. مجاملات ايه؟ مفيش مناطق فيها مجاملات كابتن؟ مفيش لجان فيها ده اللي انا بتكلم بقى. أيوة. ياسر النهارده. طب ما هو ياسر حط عينك على المناطق. ياسر المجاملات دي هي فساد يا كابتن. ما هي ماشي، المجاملات دي معاك. انا هتكلم، انا بقول لك اهو انت في المطبخ وعارف اكتر من كابتن. اسمها فساد. دور المناطق في دقيقه واحده، هو دور المناطق النهارده انا اوزع على الحكام ماتشات. دور المناطق النهارده في اخر الموسم المنطقه تعمل لي ايه؟ تطلع لي تقول لي يا كابتن محمد يا سعيد انا عندي 60 70 حكم، انا شغلي كلجنه فرعيه بتقدم، خد دولت بتقدمهم لك. طب النهارده طيب. لا النبي محمد النبي والله بيبلغ لك المناطق القاهره اكبر منطقه على مستوى المناطق الفرعيه مع اسكندريه. هل من معلوم النهارده يبقى في 3 او 2؟ لا
هذه المنطقه هي زي لجنه الحكام، احط فيها سته او سبعه على كفاءه عاليه تدير منطقه القاهره، تدير منطقه اسكندريه، عشان ايه؟ الرساله وصلت. في الاخر أكيد. نجيب حكام من الامارات والفراعنه. انتوا محتاجين حلقات، مش حلقه فيها ساعه ولا ساعه. عندنا كتير يا كابتن. اخر سؤال في اجابه في 10 ثواني، لو رجع بيك الزمن تشتغل مع نفس المجموعه اللي كانت معاك او ترجع ولا لا؟ لا، لو رجع بيا الزمن اختار المجموعه اللي تشتغل معاك. اختار المجموعه، لان المجموعه اللي معاك فيها اختار المجموعه اللي تشتغل معاك. طبعا. طيب كابتن محمد فوران، بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك وبتمنى لك التوفيق في البرنامج الجميل بتاعك ده، واحنا ما عندناش غير الحق والعداله واللي يرضي ربنا. شكرا جزيلا كابتن فاروق. كابتن ناصر عباس، نورتنا وشرفتنا. بحييك وبحييك على الحوار الجميل انت عملته محمد النهارده بامانه، يعني بحيي محمد طبعا على الصراحه. ربنا يخليك كابتن، انا سعيد اني موجود معاك. وهو ده دورنا في الترند وفي الفار، وهي ده او هو ده الهدف من فكره فقره الفار. الفكره في حد ذاتها بنوضح التفاصيل، الفكره مش في حاله تحكيميه او مين كسب ومين خسر، لا، الدهاليز اللي موجوده في ملف التحكيم فيها كلام اصعب من اللي قاله الكابتن محمد فاروق. احنا لو قعدنا لغايه بكره كنا هنسمع تفاصيل اكتر من كده. حد كان يتخيل ان الحكام كانوا هيرجعوا من الامارات ومنع الظهور الاعلامي ورئيس اللجنه اخر من يعلم؟ جديده بالنسبه لنا. حد كان يعلم ان اللجان الفرعيه في المناطق فيها فساد زي ما قال الكابتن محمد فاروق؟ النهارده بنسمع كلام جديد وتفاصيل بنحط ايدينا عليها عشان نعرف الخبير الاجنبي اللي اشتغل قبل كده، الناس ساعدته وفرت له الامكانيات ولا الناس كلها كانت بتشتغل ضده بس جبنا خبير اجنبي؟ دي تفاصيل بنحاول نوضحها من خلال الناس اللي كانت موجوده في المطبخ ومن خلال خبرات برضو وتواجد الكابتن ناصر مع عباس معانا في الحالات اللي بنعملها في فقره الفار. في الختام بشكر ضيوفي، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع المقبل في حلقات جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.